أيضا نستقبل على الهاتف المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا وسهلا يا مرحبا. يعني مؤتمر يشارك به العديد من ممثلي القيادات وقيادات الأحزاب من الأعضاء للتحالف، يعني تعليق حضرتك للموقف لهذا التحالف ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح. هو حقيقة الأمر احنا أعلنا تأييدنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة أسبق من كده شوية، وإن كان بيان التحالف كانت يعني عبر عن جميع أحزاب التحالف، ولكن يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج في هذه الأونة دعوة تحالف الأحزاب السياسية التي الوطنية التي تنتمي إلى مصر الجدية التي تعمل من أجل هذا الوطن والتي شاركت في الحياة السياسية المصرية بفاعلية. وإحنا كحزب حقوق الإنسان والمواطنة عملنا، كان عندنا اجتماع أمس قعد 5 ساعات، كان بيضم الهيئة العليا للحزب وأعضاء الأمانة العامة وأمناء المحافظات، وتحدثنا في 3 محاور. محور أول هو التحرك، كيفية التحرك لدعم الانتخابات الرئاسية، والمحور الثاني إعلان وإفهام المواطنين بالذي تم تنفيذه في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، لأن هناك بعض المواطنين في القرى والنجوع ليسوا على علم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات في خطة التنمية الاقتصادية وخطة التنمية الاجتماعية شاملة للوطن كله. فبرضو إعلام هؤلاء المواطنين يجعلهم مهيئين نفسيا ويجعلهم مهيئين اجتماعيا وثقافيا إلى المشاركة في الحياة السياسية، لأن المشرع المصري استنهض المواطن لكي يشارك في جميع الاستحقاقات والانتخابات سواء بنفسه بالترشيح أو بالانتخاب. فإذا المشاركة السياسية دي جزء كبير من الحياة السياسية التي نادى بها المشرع. المحور الثاني اللي تحدثنا فيه محاربة الشائعات، لأن مصر الآن معرضة إلى سلسلة من الشائعات تأتي من الخارج ومن الوطن بيجهضوا محاولين إجهاض ما تم من إنجازات داخل جمهورية مصر العربية. محاربة هذه الشائعات بتسير في مسار طبيعي وموحد مع الإنجازات. إذن إحنا اتفقنا مع الأمانة العامة ومع الهيئة العليا وأمناء المحافظات بدءا من الكوادر الموجودة والأمانات في القرى والنجوع والمدن والمراكز والأقسام والمحافظات، يكون التحرك تحرك لوجستي على هذه المحاور الثلاثة، بحيث عندما تأتي الانتخابات نكون مهيئين تماما لاختيار السيد الرئيس بإقبال جماهيري منقطع النظير. نعم، المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.